النهارده محمد صلاح فاجئني يا كابتن ستار، تحديدا في الشوط الاول في الواجبات الدفاعيه الكثيره اللي كان بيعملها. يعني جدا في النهارده واحده شلبت دماغه دي 19 يعني انا لا ده في واحده بقى اللي اهم منها في الدقيقه 46 الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدا يضيع في الشوط الاول، لما كان كرة ثابته لينا اتردت علينا بهجمه مرتده، ضرب سبرنت كان واقف بين الونش وياسر ابراهيم جوه منطقه الجزاء. موقف مش طبيعي، احساس بالمسؤوليه. طبعا احساس بالمسؤوليه طبعا طبعا الاحساس النهارده، وكمان احنا جاب يعني ايه جبنا جون بدري وهو اللي جاب الجون، حس بايه يعني الماتش يعني كاس الماتش عالم. كاس عالم وكمان تحس ان في تحدي من هو وساديو ماني. ساديو ماني يعني بيلعب طبعا وهو بيلعب في الماتش ده طبعا وعايز اكسب الماتش ده ولسه عشان هو لسه واخد منه الامم الافريقيه اللي فاتت. عشان كده الماتش كان تحس فيه ايه تحدي كبير جدا بين صلاح وبين تحدي فردي قبل تحدي للمنتخبات بالظبط. عشان كده صلاح النهارده يعني كان في نواحي دفاعيه بشكل قوي جدا، حتى يعني كان بيتكلم بشكل على طول المباراه بشكل قوي جدا، كان بيتكلم عن مصطفى محمد وتريزيجيه على طول توجيهات بشكل قوي. ابتدى حتى كمان هو في بدايه المباراه انا شفته كان على طول كان ايه في قبل ما يبتدى المباراه كان بيتكلم مع عمر جابر، كان هو الناحيه يعني قال له اول ما تبقى الكره معايا يعني احنا نبقى على طول الهجمه تبقى من ناحيتنا، كان عاملين جبهه شكل مميز جدا. حتى عمر جابر لما كان بيلعب مع صلاح هم متفاهمين جدا وعندهم اصلا بيلعبوا مع بعض كتير جدا. حسيت فيه يعني بقالهم فتره كتير قوي بيلعبوا مع بعض، يعني عمر جابر انا يعني حسيت ان هو بيلعب بقاله كتير مع المنتخب، مفيش مشاكل مفيش رهبه مفيش اي حاجه خالص، 11 سنه بقوا مع بعض في منتخب الشباب. صلاح كان ايه كان مدعمه بشكل قوي جدا ان هو بيرجع بيساعده بشكل قوي. لا النهارده يعني صلاح الحمد لله كان عايز يكسب المباراه بشكل مهم جدا. ومنتخب مصر النهارده يعني عموما عايز افرح الشعب المصري، حسيت اللعيبه النهارده في مسؤوليه كبيره كل الناس مستنيه التشجيع بشكل مثالي. ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمنا في المباراه اللي جايه يعني المباراه اللي جايه ان شاء الله يعني ربنا يوفقنا يا رب يا رب ان شاء الله. يمكن بس هضيف حاجه للكلام ابو ستار بالنسبه لمحمد يمكن اكيد في مسؤوليه كبيره جدا على الجهاز واللعيبه كلهم، ولكن في مسؤوليه بشكل خاص اكيد على محمد صلاح نظرا لنجوميته الكبيره. وجود القائد للفرقه دلوقتي كابتن منتخب مصر، احساسه انا وانا قاعد برده دلوقتي حاسس ان محمد صلاح ليه دور كبير مع الفرقه سواء داخل الملعب او خارج الملعب. الدور ده بقى اترجم لمحمد في داخل الملعب، التزامه دور الدفاعي اللي بقى كبير جدا دلوقتي، مساندته لزمايله، كلامه مع زمايله، الكلام كتير في مواقف كبيره. فدي مسؤوليه كبيره خاصه على محمد صلاح، نفسه يوصل كاس عالم بعد خساره البطوله الافريقيه. احمد عايز اقول نقطه بصراحه وكون حضرتك كمان معايا، محمد صلاح خد شارة القيادة وقت الجهاز الفني اللي كان حضرتك موجود فيه مع الكابتن حسام البدري، بس انا حاسس ان شارة القيادة فرقت كمان مع محمد صلاح كتير. شخصيته في الملعب اختلفت، كان يقعد يتكلم مع زمايله حتى يتكلم مع الحكم لو في مشكلة هو اللي بيروح، اصراره انه يدافع ويهاجم ويعني مش عارف اقولها ينفع اقولها ولا لا، بس يعني بيتمرمط. ما هو ده اللي انا بقوله، احساسه بالمسؤوليه كبر لما خد شاره القياده، بقى حاسس بالمسؤوليه كبيره على عاتقه وتترجمت في ادوار ومواقف كتير داخل الملعب وخارج الملعب كمان. صحيح.